تقدمت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختيار السفير محمود كارم منسقا عاما لحملته الانتخابية، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلا قانونيا عنه ومتحدثا رسميا لحملته الانتخابية. جاء ذلك في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أشار الرئيس إلى أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأعلنه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن من الاطلاع بمسؤوليته الوطنية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من أمام اللجنة العليا للانتخابات الزميلة علا حجازي. علا، بعد تحية أرجو منك أن تضعينا في المشهد الآن أمام اللجنة العليا للانتخابات، خاصة في ظل تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراقه بشكل رسمي اليوم إلى الهيئة. تحية إليك وتحية لكل مشاهدي تان تي في. بالفعل نحن نتواجد الآن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات في يومها الخامس على التوالي، حيث استقبلت اليوم طلب تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ جاء المستشار محمد بهاء أبو شقة في حوالي الساعة 11 صباحا لتقدم طلب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأييدات التي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الشهادات الطبية التي حصل عليها بعد إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة به بالأمس. من الجدير بالذكر أيضا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتشكيل لجنة لفحص وتلقي طلبات المرشحين برئاسة المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة. أيضا بالأمس أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على عدد 27 منظمة مجتمع مدني راغبة في مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إقامتها في شهر مارس المقبل بإذن الله، وأنه جاري فحص باقي طلبات المنظمات الأخرى، إذا استوفت الشروط فسوف تحصل على الموافقة على تغطية أو مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. أيضا من الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء إلى يوم 29 من يناير الجاري، ولكن في اليوم الأخير يوم 29 من يناير سوف تغلق أبواب الهيئة في تمام الساعة 2 ظهرا، وهذا وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة علا حجازي من أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.